تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم. يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، رحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج ناصر السليمي، وياكم في تقديم الحلقة دكتورة عاشة البسطي. حياكم الله. أرقام التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا اليوم الخميس إن شاء الله وباكر بتبتدي إجازة نهاية الأسبوع، الجمعة والسبت. نتمنى لكم إجازة سعيدة بداية، وخميس مثل ما يقولون خميس ونيس إن شاء الله للجميع. بداية بنتطرق لموضوعنا في فقرتنا التوعوية، وبنرجع نتكلم أكثر عن أطباقنا الشعبية في الشتاء وبطريقة صحية. ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي. صبحت الله بالخير أستاذة ثريا. صبحت الله بالنور أختي دكتورة عاشة. لا طبعا الموضوع المرة اللي طافت ما كفت صراحة الفقرة المعدينها في فقرة توعوية لأهميته، وكذلك المواضيع اللي طرقتوا فيها أو الأكلات أو الأطباق الشعبية اللي طرقتي لها. فحابين نتعرف أكثر عن أطباق شعبية في الشتاء وبطريقة صحية إن شاء الله. طبعا مثل ما تفضلتي نحن طرقنا قبل كم يوم على بعض الأكلات الشعبية المتعارف تحضيرها في فصل الشتاء، واليوم حبينا نستفسر في هالموضوع لما لها مية ومتعل الناس، وإن شاء الله اليوم أنا برمس على أطباق شعبية كانت معتمدة سابقا أنهم يحضرونها لأسباب عدة. طبعا أنها تعطيهم الدفء لتحمل البرودة وتقلبات الجو، لاحتوائها نسبة كبيرة من الدهون، تعطيهم الطاقة والشبع لتحمل الجوع لفترات الترحال، لاحتوائها على الألياف والكربوهيدرات، تمدهم باحتياجاتهم اللازمة من الفيتامينات والمعادن، وأهم النقطة أنها مدة فعاليتها تكون طويلة، يمكن حفظها بسهولة واستخدامها لفترة طويلة للترحال. طبعا اليوم أنا بتكلم أو برمس اليوم عن الخمير والبتيتة والعصيدة والخبيصة، وإن شاء الله يفسعفنا الوقت ونتكلم عن هالأربع الأكلات إن شاء الله. بس بنتكلم إن شاء الله عن الخمير. طبعا الخمير متميز برائحة الزكية، الواحد يشم صحيح. طبعا الخمير مكوناته، قبل كانوا يستخدموا مكونات الأساسية واللي هو عبارة عن طحين وسكر وبيض، أما حاليا قاموا يضيفوا للتمر مثلا أساس أنه يحسن من نكهته. طبعا الطحين الخمير طبعا ممكن نحن نستخدم أو نحن نحضره بطريقة صحية، ممكن نحن نستبدل الطحين الأبيض بالطحين الأسمر، ممكن نحن نستبدل البيضة كاملة ببياض البيض، ممكن نحن نضيف لبعض المنكهات الشعبية أو بعض البذور الشعبية اللي تستخدم قبل مثل المثيبة اللي يسمونها الحب الحلوة أو يسمونها الشمر، ممكن نضيف السمسم، ممكن نضيف الزعتر والحب السوداء. طبعا هذه الأشياء الشعبية هاي مهمة جدا ومفيدة جدا للجهاز الهضمي والجهاز العصبي. ممكن نستبدل السمن بالدهون النباتية مثل زيت الذرة أو زيت الزيتون، والأهم من ذلك ممكن نستبدل السكر بالدبس أو العسل، أو ممكن نستبدل السكر الأسمر بدل السكر المكرر. صحيح. طبعاً عشان إن نحن نحدد احتياجنا أو نحدد الكمية اللي نحتاجها، ممكن القرص يوم نحن نسوي نقلل من حجمه، ممكن نستخدم القرص الصغار على أساس إن نحن نعرف كم الكمية اللي نحن أخذناها. صحيح. فالسعرات الموجودة لكل 100 جرام طبعا من الخمير تقريبا 344 سعرة حرارية، والكربوهيدرات 77، ونظرا لاحتوائه على التمر
والدبس والعسل، فترفع من قيمته الغذائية، فيحتوي على كمية كبيرة من المعادن ومن الفيتامينات. في حد استاذ الثريا، في حد قام يضيف له حتى مثل حبة السوداء أو السمسم اللي يرفع قيمة الغذائية كذلك؟ نعم، لأن مثل ما قلنا هالسمسم يحتوي على الزيوت النباتية طبعا مهمة والمفيدة حق القلب. الحبة السوداء طبعا وصابها الرسول صلى الله عليه وسلم ومفيدة يعني كنبويا وطبيا أيضا. نعم. وفت الدراسات عليها. ننتقل إلى الخبيصة. تحبين خبيصة دكتورة عاشر؟ صراحة نكهة الشتاء تحسين سبحان الله. في والخمير شوفي يعني قبل ما ننتقل الخبيصة، الخمير احنا متعارفين عليه هني أكثر شيء يكون في فترة الشتاء، يعني خبز معروف في فترة الشتاء نعتمد عليه أكثر من ما أن نسويه في فترة الصيف. وعلى فكرة كانوا قبل الحريم أول من ينشون من الفجر يحضرونه، لأن يبون يباله فترة لما يخمر يحضرونه من الفجر ويتاكل حار دائما، يوم يبرد بيكون طعمه مش شيء يعني، فعشان شيء يأخذونه حار. وحلات على الفحم صراحة، حلات على الصخام، حلات بس الحين سووا مكاين أوريدي كهربائية تكون بس نكهة تكون مميزة سبحان الله. طبعاً مميزة والخبيصة بعد كذلك يعني فيها نكهة يعني مميزة طبعاً. نقدر ناكلها في الصيف بس في الشتاء يمكن لأن نفس ما قلتي فيها أشياء تدفي الشخص أو تحسسه بطعم الشتاء سبحان الله. طبعاً ننتقل طبعاً. للخبيصة. الخبيصة طبعا خبيصة في نوعين، خبيصة البر وخبيصة السميد. أيوة. بس خبيصة السميد طبعا هي المتداولة وهي الأساسية. السميد إذا أي حد يبي يعرف شو هو السميد، هو السميد هو عبارة عن منتج من منتجات القمح يسمونه القمح القاسي. الثلث كوب منه يحتوي على 198 جرام 198 سعرة حرارية و40 كربوهيدرات. طبعا يعترف متعارف السميد أنه عالي في المعادن وفي الفيتامينات. تحضير الخبيص طبعا يتكون من سميد ويتكون من سكر ويتكون من ماء ورد وزعفران وزيت. طبعا لازم السمن موجود كشيء اساسي. صحيح. فنفس ما قلنا في الخمير نستبدل السميد، السميد يكون افضل من الطحين الابيض اذا كانوا يبون يستخدمون طحين، فيفضل ان يكون نستخدم السميد افضل ولانه هو حتى الكربوهيدرات فيه اقل. ممكن ان احنا نفس الشيء نضيف الزيت النباتي بدال الزيت السمن الحيواني. صحيح. ممكن نضيف الزعفران، نكهه الزعفران جميله جدا والزعفران مفيد جدا. عندنا ماي الورد اذا ضفناه بعد نرفع من قيمته الغذائيه. في ناس الحين يوم يحضرون الخبيص يضيفوا له مكسرات. صحيح. يضيفوا له زبيب، يضيفوا له جوز وهال حتى، فكل ما نحن نضيف هاي الاشياء نرفع قيمته الغذائيه. حتى يضيفوا له لوز، يضيفوا له فستق، فكل ما نحن نضيف هاي الأشياء نرفع قيمته الغذائية. بالنسبة للخبيصة طبعاً 100 جرام منها تحتوي على 246 سعرة حرارية وتحتوي أيضاً على الكربوهيدرات 46 كربوهيدرات، وطبعاً مثل ما قلنا تحتوي على المعادن والفيتامينات. ومثل ما قلنا إحنا التحضير بطريقة صحية أيضا نقلل من الكمية. قاموا وحين خبيصة يكورونها. صحيح. ونستورها لقام. فكل ما نحن نقلل من كميتها كل ما يكون نتناولنا محدود. صحيح. ننتقل إلى البثيثة. يوعتينا ثريا. زين. البثيثة طبعا البثيثة الأساس تتكون من بثيثة التمر طبعا. صحيح. أفضل تمر يستخدم في البثيثة اللي هو الخلاص. بس يكون المدلوج، المدلوج معناته المعجون. نعم. أوكي؟ فلازم يكون قبل كانوا يعينونه بيدينهم مدلوج، الحين جاهز. صحيح. فتتكون من التمر وتتكون من الطحين والسمن والزيت والهال والزعفران أيضا. فطبعا المعروف أنهم ينخلونه أول شيء بكل هذه الأكلات الشعبية، الطحين ينخلونه. فممكن نحن نستخدم الطحين الأسمر أو الطحين كامل النخالة أيضا. الميزة في البثيثة الوحيدة اللي تستمر صلاحيتها إلى 3 أشهر. صحيح. فعشان كانوا يستخدمونها فترة طويلة. صح. نفس ما ذكرت سابقا أن البثيثة حتى ممكن نحن نضيف لها الهال، نضيف لها الزعفران، نستبدل الزيت بزيت الزيتون والزيوت النباتية. ممكن نحن نرفع قيمتها الغذائية بإضافة الزنجبيل، بإضافة الزعفران، بإضافة الهال،
حتى الشمر نقدر نحن نضيفه اللي هو الانبيبة. صح. وهذه الأشياء كلها والجرفة بعد والفستق والمكسرات، هاي الأشياء ترفع من قيمتها الغذائية كمكونات وكفيتامينات وأيضا مفيدة نفس ما قلت قبل بالجهاز الهضمي والجهاز العصبي. صحيح. البسيفة طبعا تحتوي بسيفة عالية في السعرات الحرارية، تقريبا 100 جرام فيها 473 أكثر دبلات تقريبا، دبل عن الخبيص ودبل حتى عن عشان التمر والأيوة والطحين والسمن. هذا نحن طبعا أنا أحط لكم هاي السعرات الحرارية فيها سمن. نعم. الكربوهيدرات 45 جرام من الكربوهيدرات، دي عالية طبعا في البوتاسيوم أيضا. نعم. هذا بالنسبة للبسيفة، ونفس الشيء لقموها وخلوها صغار عشان تأكلوا كميات أقل. صحيح. إنزين ننتقل للعصيدة. العصيدة طبعاً كان ينضرب فيها المثل ويحبونها وايد أيام زمان وسووا عليها. لين الحين. فكانوا أيام زمان يقولون سووا عصيدة وفيها بدار والبرد اللي فيه بداوي، صبح الديرة قبل الأفيار قبل ما يصيح هاوي. هاوي. هذه دليل إنها هي تبرد تدفي. صحيح. وكانوا قبل يحطون فيها بزار ويحطون فيها بعض البهارات عشان تحسسهم أوردي بالشبع وتحسسهم بالدفء. فكانت العصيدة نوعين طبعا، البوبر واليزر. صح. أوكي. البوبر هو اليقطين على شو اسمه المسمى العلمي لها طبعا اليقطين. البوبر طبعا معروف قليل في السعرات الحرارية، يحتوي على 26 ل 100 جرام من 26 سعرة حرارية، عالي في البوتاسيوم وعالي في فيتامين ألف نفس اليزر طبعا، وأيضا مضاد للأكسدة، في مضادات للأكسدة. والكربوهيدرات فيه اللي في 100 جرام 7 جرام كربوهيدرات، فمعناته أنه قليل في الكربوهيدرات. طبعا مكونات العصيدة فيها طحين وفيها مثل ما قلنا يوب بوبر وماي ورد وزعفران وسكر وسمن وهال. طبعا احنا نفس الشيء نحاول نستبدل الطحين بالطحين الأسمر والبوبر عندنا، وعندنا حتى اليزر. إذا سواء استخدمنا البوبر أو اليزر طبعا هذي اللي يشابهون نحتوائهم نسبة عالية من البوتاسيوم ومن فيتامين ألف. نعم. فمعناته هي عالية في فيتامين ألف وعالية في البوتاسيوم أيضا، وكل ما ضفنا ماي ورد ضفنا زعفران غيرنا ضفنا زيوت النباتية الجرفة القرنفل، هاي الأشياء كلها ترفع من قيمتها الغذائية. في حد بعد يسويها بدون البوبر أو بدون اليزر؟ في حد يسويها أيوة. يعني بالطحين بس والشكر بس. الشكر هذا يخلونه أسمر يسمرون الزيادة. طبعا كل ما تكون إضافة السكر أكثر هني ترفع من سعراتها الحرارية وطعمها يحلى. الواحد وطعمها أيوة يحلى. عشان كذي نحن إذا سويناها بالبوبر أو باليزر نحن أول شيء نستفيد أن نقلل من السعرات الحرارية، والشيء الثاني أن نحن نضيف قيمة غذائية أكثر بالنسبة للفيتامينات والمعادن ونرفع قيمتها، وبالتالي نحن يوم بناخذها بنكون نفسيا راضين، يعني ما بنحس بالذنب. صحيح. فعشان كذي نحن هاي الإضافات مهمة جدا لهاي الأكلات الشعبية. السعرات الحرارية اللي فيها في اليزر، عصيدة اليزر 100 جرام 149 سعرة حرارية، طبعا تتميز منها عالية بالبوتاسيوم والفيتامين ألف، والكربوهيدرات اللي فيها 31 جرام من الكربوهيدرات. أما البوبر عصيدة البوبر 100 جرام منها تحتوي على 232 سعرة حرارية، والكربوهيدرات تحتوي على 44 جرام كربوهيدرات، ونفس الشيء عالية بالبوتاسيوم وعالية بفيتامين ألف. نعم. وهذه طبعا الأكلات الشعبية المتعارفة واللي معروفة في واللي الناس تحبها وكذلك وتقبل عليها خاصة في فصل الشتاء، يعني تحسين أن حتى لو مو بيوميا ناكلها بس لازم يمر أسبوع ناكل واحدة منها. أكيد. ونحن كأختصاصيين تغذية بالعكس نشجع أن نحن نأخذ الأكلات الشعبية، هذا موروث. صحيح. من أجدادنا وآبائنا، مستحيل أن نحن نقول لا تأكلون هاي الوجبات، ولكن دائما نحن ننصح أن نحاول أن نوجد بدائل لهذه الوجبات عشان نحن نرفع قيمتها الغذائية، وفي نفس الوقت أن نقلل من السعرات الحرارية وما إلى ذلك. نحن عندنا كبار السن عندهم السكر والضغط والكوليسترول وما إلى ذلك الأمراض المزمنة. نعم. ويحبون هالأكلات، مستحيل نحن نحرمهم منها، ولكن إذا نحن حضرناها بطريقة صحية وحاولنا أن نحن نقلل من كميتها ومن كمية أن نحن نأكلها، بالعكس هالشيء يعني أولا بيحس الواحد بوناسة، وفي نفس الوقت نحن
مشينا على عاداتنا وعلى تقاليدنا المتداوله واستمتعنا بها الوجبه. صحيح. نشكرك استاذه ثريا التميمي على الموضوع، على تطرقك لهذه المواضيع المهمه وخاصه بخصوص الاطباق الشعبيه في الشتاء وبطريقه صحيه. الاستاذه ثريا التميمي اختصاصيه تغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. العفو دكتوره عفشة. شكرا لك. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. يعني من رسالة من مستمع بخصوص شكوى على مستشفى راشد، أختنا ميرا لو تسمعين، لو تسمحين تأخذين رقمها بس نوصله للمسؤولين بخصوص الشكاوي، وإن شاء الله بنتابع وياك أخونا الفاضل بخصوص أو أختنا الفاضل بخصوص هذه الشكوى. نرجع مستمعينا لمواضيعنا خلال فقرتنا الثانية، وبنتكلم عن خدمات التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة للتسهيل على المرضى والمتعاملين بشكل عام. حرصت هيئة الصحة بدبي على توحيد تطبيقاتها الذكية ضمن تطبيق واحد يحتوي على كافة الخدمات الذكية واللي تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق رضاهم. وللحديث عن هالتطبيق الموحد يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباح الله بالنور سمو دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك. أستاذ وليد، حابين نتكلم عن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي. طبعا كلنا عارفين الحين ابتدت التطبيقات الذكية تنتشر واستخدامنا لها يزيد يوم بعد يوم، فحابين نتكلم أكثر عن فكرة أو ناخذ فكرة عامة عن هذا التطبيق. طبعا الحين هذه التطبيقات بشكل عام انتشر بشكل كبير، فتوجه الهيئة الحين توحد تطبيقاتها، فبدت من 2018 هاي الخطة هذه، والحمد لله وماشيين الحين بشكل كبير وتقدم كبير. نعم. 2018 الشيخ حمدان الله يحفظه أطلق التطبيق الذكي نفسه، وتطبيق طبعا مستخدم فيه أحدث التقنيات بالنسبة للتقنيات من ناحية تطوير الخدمة، ومن ناحية بعد المفهوم نفسه لأنه تطورت على مفهوم المستخدم نفسه. نعم. تطبيق متوفر على الآي أو إس والأندرويد، ومتوفر باللغتين بالعربية والإنجليزية. طبعا في خدمات كثيرة، من خدمات المرضى طبعا لو نحتاج فحوصات طبية، نتائج التحليل المختبر، الأدوية اللي قاعد ياخذها، المواعيد سواء كانت سابقة ولا المستقبلية وإلغاء المواعيد. في نفس الوقت الشخص هذا يقدر يضيف أفراد أسرته اللي عنده طفل ولا عنده شو اسمه كبير بالسن وحب يراجع مواعيده ومش مواعيده متى. نعم. يقدر من خلال التطبيق بعد بالإضافة لملفه هو يضيف ملفات العائلة. ممتاز. زين. وبعد عندنا الحين خدمات التبرع بالدم، مراكز التبرع بالدم، كيف المواد التعليميه والتثقيفيه بالنسبه للتبرع بالدم، شو الشخص لازم يسوي قبل التبرع وبعد التبرع، مراكز التبرع بالدم، وعندنا الحين تسجيل كمتبرع طبعا لو في الحالات يعني احتاجت هيئه الصحه فصيله دم معينه يتم ابلاغ المتطوع بالحاجه هذه. نعم. وبعد الاستماره الذكيه اللي من خلال الهاتف يقدر يعبي استمارة بدأ ما يشير المركز ويعبي الاستمارة الورقية. سابقاً الحين في ألواح ذكية. نعم. يقدر قبل ما يجي المركز يعبي عن طريق الهاتف الذكي الاستمارة نفسها. بعد ما يعبي الاستمارة يقدر بس يسوي سكان للكيو آر كود وخلاص البيانات كلها بتكون محفوظة عندنا حتى النظام. في حالة طلب فحص اللياقة الطبية، واللي ضفناه الجديد اللي هو طبيب لكل مواطن. نعم. زين وبراعم. وبعد في محادثة مباشرة مع الهيئة. لو في مقترحات، في شكاوي، وبالنسبة بعد مواقع منشآت الهيئة. ممتاز. أستاذ وليد، ذكرت عن الاستمارة الذكية، فممكن تعرفنا أكثر عليها؟ الاستمارة الذكية لو حب يتطوع يتبرع بالدم، هذه قبل لازم يشيل المركز ويعبي البيانات، الحين بس من خلال الهاتف الذكي يعبي الاستمارة هذه كاملة، شو يعني مثلا الدول اللي زرتها بالنسبه للمعلومات بشكل عام. نعم. ومن خلال زياره المركز يقدر بس
يسوي سكان للكيو ار كود مثل ما قلنا وخلاص بيمشي يكون بطريقة أسهل وفي أي وقت يقدر وأبسط. أيوة. وأبسط. تكلمنا عن أن اللغات المتوفرة في التطبيق تختصر على لغات معينة التطبيق؟ التطبيق حاليا متوفر مثل ما قلنا في الأندرويد والآي أو إس. نعم. ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية. بالنسبة للتطبيق كيف الواحد يقدر يوصل لهذه الخدمات؟ في عندنا خدمات تصنف اللي أكثر عن فئة. نعم. اللي هم الفئات العامة اللي أي حد يبي يستخدم التطبيق، وفي بعد فئات اللي هي مراجعي منشآت الهيئة الصحة بدبي. فيقدر ينزل التطبيق مثل ما قلنا أي أو إس ولا أندرويد، يسجل في التطبيق. نعم. بيقدر يستخدم الخدمات اللي هي مثلا التبرع بالدم، خدمات فحص اللياقة الطبية، في خدمات بس في خدمات حصرية اللي هي لمراجعي عيادات وتشفيات هيئة الصحة، وخلاله بيدخل رقم ملف الطبي ورقم اللحن النصي بعد ما مرضانا متعاملين ان يحطون بياناته في مستشفيات الهيئة عشان يتأكدون ان الرسالة النصية توصلهم على الرقم الصحيح. صحيح. زين. وبعد ما توصل الرساله يقدرون يفعلون حسابهم اللي هو في الملف الطبي اللي هي الصحه في دبي، ويقدر يتابع كل مواعيده بيكون موصول بشكل مباشر مع المستشفى. ممتاز. يعني الان هذا كامل اللي يقدر يشوف مثل ما قلنا بالفئتين هذه. ممتاز. يعني الفئات حتى لو الشخص ما يراجع مستشفيات او عيادات هيئه الصحه بدبي يقدر يستخدم التطبيق، الاشياء اللي موجوده كذلك في التطبيق في جزء منه. يقدر يستخدم التطبيق أيوة في خدمات عامة، في التواصل مع الهيئة لو عنده ملاحظات ولا شكاوي. ممتاز. عند شو الأشياء الأكثر شيوعاً لو حاب يعرف شو إجراءات الهيئة. ممتاز. طبعاً أستاذ وليد في تطبيقات معينة انضافت كذلك للتطبيق الرئيسي ومنها تطبيق براعم، فحابين ناخذ فكرة عامة عن هذا التطبيق. هذا التطبيق هو فحص النمو التطور النمائي. نعم. طبعا للأطفال للخمس ست سنوات، من خلال كل ثلاثة شهور في مجموعة من الأسئلة واللي تسمى الوالد ولا الوالدة. نعم. يعبي عن الطفل هذا من ناحية السلوكيات أساس يكتشفون لا سمح الله هل هذا الطفل عنده مشكلة في التطور النمائي ولا لا، والاستبيان يكون كل ثلاثة شهور عندنا الحل، وتوصل بيطلع الملخص عن حالة الطفل نفسه. بعد نفس الوقت هو موصول بضمة الهيئة، فيقدر يراجع الهيئة أساس لو حاب يطمن أكثر على الطفل نفسه. ممتاز. بالنسبة لهذا التطبيق فقط للي يكون عندهم يعني رقم، يعني يكونون يتابعون في مستشفيات أو عيادات الهيئة، أو مفتوح للجميع بخصوص تطبيق براعم؟ حاليا لمراجعي عيادات مستشفيات الهيئة، لأنه لازم يزور طبيب ويطلع على تقييمه. ويطلع على تقييمه. أيوة. ممتاز. وهذا جدا بيكون مهم خاصة بعد هو مجموعة من الأسئلة، بعد يسأل التطبيق نفسه إذا هو مش مراجع ولا شيء. نعم. يقدر يعبي بقى. ممتاز. لأن خاصة في فترات معينة وعمر الطفل يعني من أول أعماره، يعني تكون يعني شوية الأهالي يكونوا متخوفين بخصوص نموه أو تأخره النموي، فجميل الواحد يكون يعني في أي مكان يقدر يفتح على التطبيق ويجاوب على أسئلته، وكذلك يعرف النتيجة كم يعني كم بعد بتكون. أحسن هو يعرف المراحل يعني مبكرة أحسن من يعرف وقت متأخر، ولازم كيف يعرف يتعامل إياه الحالة هذه بعد. صحيح. المطروري كالوالد ولا الوالدة يعرف يتعامل إياهم، لأن الله لا يريد يمكن تطور الحالة بعد زيادة. صحيح. فالشخص إذا كان في عملية كيف يدير الموضوع كيف يدير السلوكيات بيكون أحسن له. صحيح. وهي نقطة جدا مهمة. أستاذ وليد شو أهم مميزات التطبيق الرسمي لهيئة الصحة في دبي؟ طبعا من غير هالإضافية بعد نفعل الطبيب لكل مواطن. نعم. اللي هو من خلال يقدر من خلال التواصل مع الهيئة يقدر يحجز موعد مع طبيب. نعم. وتكون محادثة مع بالفيديو مع الطبيب نفسه. ممتاز. من غير ما يتطلب زيارة ولا شيء، لو حاب شخصي في أغلب الحالات العامة يتكلم يتواصل يا طبيب. نعم. زين. أغلب طبعا مواصفات التطبيق هذا هو تطبيق بوابة واحدة تعتبر. صحيح. يعني يبسط العمليات كلها نفسها في تطبيق واحد بدل ما الشخص ينزل أكثر عن تطبيق. التطبيق هذا متوفر في الستور الأندرويد والآي أو إس، متوفر كذلك باللغتين. والحمد لله هذا التطبيق متطور بمفهوم تجربة المتعامل، يعني كيف تبسطين الخطوات على المتعامل نفسه من خلال استخدام التطبيق نفسه. صحيح. أكثر ميزة التطبيق اللي عندنا الحين.
صحيح أستاذ وليد، نقطة مهمة جدا أنت ذكرتها كذلك، يحتاج الشخص يحدث بياناته خاصة إذا كان من المتعاملين أو متعاملين لهيئة الصحة في دبي، يعني يتابع في المستشفيات أو في العيادات عساس الرسائل النصيب اللي توصلها عشان تحديث البرنامج. أيوة نعم، لأنه ضروري أساس يفعل ملف الهيئة لازم يوصل رسالة رسمية من رقم موبايل الموجود على الملف. الملف مش محدث ما بتوصل الرسالة هذه للرقم. صحيح. كلمة أخيرة أستاذ وليد بخصوص التطبيق الرسمي لهيئة الصحة في دبي لمستمعين الكرام. والله هالتطبيق يعني حابين أول شيء نشكر القيادة العليا لدعم التطبيق هذا نفسه، وحابين بالعكس نحن نشكر الجمهور في مشاركتنا في الفعاليات الرسمية، في ملاحظات توصلنا مثلا، في ملاحظات كثيرة إيجابية الحمد لله، في ملاحظات تطويرية بعد بحن نشتغل عليها. فحاب أشكر القيادة العليا على الدعم، وحاب أشكر الجمهور على الملاحظة هذه اللي من خلالها قدرنا نطور خدماتنا بشكل عام. ممتاز، وهذا يعطي أن حتى الجمهور يعني اقتراحاتهم وايد يعني تعطي، يعني لأن هاي الخدمات كلها موجهة لهم ولسعادتهم، فاقتراحاتهم حتى مداخلاتهم بخصوص أو تعليقهم بخصوص إذا استخدموا البرنامج وعندهم أي اقتراحات بالعكس يعني يفيد القائمين على البرنامج نفسه في تطويره أكثر وأكثر. أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكور دكتور، الله يعطيك العافية. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن خدمات التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي، تقدرون تنزلونه إذا من الآيفون على iOS، إذا كان على سامسونج أو على الأندرويد تنزلونه، هو موجود بالعربي وبالإنجليزي، تقدرون تختارون اللغة اللي أنتم تفضلونها. كذلك يفضل إذا كنتم متعاملين هيئة الصحة بدبي عندكم ملفات معينة، بطاقة، رقم بطاقة صحي، بتحديث بياناتكم أقرب مركز صحي عندكم، تسيرون بس خلال دقائق بتتحدث البيانات أساس إذا وصلكم أي رسالة نصية لتفعيل البرنامج تقدرون تفعلونه وتستفيدون منه، لأن برنامج واحد وفي كذا برنامج وكذا تطبيق بتستفيدون منها في أي وقت خدمة لمدة 24 ساعة. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم برقم التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. طبعا اليوم بنتكلم في فقرتنا الثانية عن صحة دبي، تطلق مبادرة طبيب الكل مواطن تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم أمس الأول رسميا مبادرة طبيب الكل مواطن، والتي وجه سموه بتنفيذها ضمن البند الخامس من وثيقة الخمسين. وللحديث عن هذه المبادرة يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور مروان الملة المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور مروان. صباحك الله بالنور أختي. أهلا. بداية حابين مبارك لكم بإطلاق المبادرة اللي هي طبيب الكل مواطن. الله يبارك فيك، ونحن سعيدين باطلاق هذه المبادره، وخصوصا انها يعني مثل ما قلتي اعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في وثيقه الخمسين البند الخامس. طبيب لكل مواطن يعني راح يشكل نقله نوعيه لمستقبل القطاع الصحي في اماره دبي فيما يتعلق بعلاقه المريض والطبيب، لان المريض الحين يقدر يتواصل او يحصل على الاستشارات الطبيه على مدار ساعه طول ايام الاسبوع ومن اي مكان، يعني سواء كان في البيت أو كان في الشغل أو كان مسافر، يقدر عن طريق التطبيق الذكي لهيئة الصحة يقوم بالاستشارات الطبية مع الطبيب، والطبيب يكون عنده الملف الطبي الإلكتروني سلامة يعني واضح قدامه، ويقدر يشوف التاريخ المرضي والفحوصات اللي سواها والأدوية اللي ياخذها ويعطي الاستشارات المطلوبة. فهذا راح يخلق يعني ثقافة يعني ثقة للمريض لأنه يقدر ياخذ المعلومات الطبية من أي مكان ومن أي وقت يعني أو في أي وقت. صح. يعني راح يوفر جهد للمرضى في بعض الحالات زين،
ما يحتاج المريض يروح العيادة أو المركز الطبي أو المستشفى. فعشان شيء يعني أتأكد أن هالمبادرة للحالات الغير مستعجلة، ليست لحالات الطوارئ بس، الحالات اللي مثلا العوارض البسيطة أو متابعة الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. إذا المريض الدواء عنده قريب يخلص يقدر يعني يطلب الأدوية عن طريق الطبيب لك المواطن، وبعدين يقدر يستلم الأدوية سواء عن طريق مبادرة دوائي توصيل الدواء للمنزل أو أنه يروح العيادة ويستلم الدواء من العيادة. صحيح. نحن قمنا بجهود كثيرة في هذا الموضوع، نحن دربنا الأطباء، الأطباء اللي نعتمد عليهم هم استشاريين وأخصائيين، بس عطيناهم تدريب خاص للتطبب عن بعد، طورنا معايير الرعاية الصحية للتطبب عن بعد، وسمحنا بالوصفات الطبية عن بعد، هذه الأول مرة تصير هنا، وإن شاء الله يعني نتأمل يعني أن المواطنين يستعملون الخدمة هذه، الخدمة بسيطة، المطلوب أن تنزل تطبيق الهيئة الإلكتروني في الأب ستور يعني في ويسجل بطاقة الطبية بالصحة، وللمواعيد يتصل على 800-342-800-DHA يأخذ الموعد على حسب الوقت اللي يناسب المريض، وقبل الموعد بخمس دقائق يدخل على التطبيق ويبدأ الاستشارات الطبية. يعني ممتاز، وهذه بتسهل على ناس وايد دكتور مروان، يعني خاصة إذا يعني استشارة في أي وقت تكون وأنا قاعد في بيتي، خاصة إذا استشارة تكون يعني مثل ما ذكرت أنت التطبيب عن بعد، يعني الحالات الغير طارئة بتكون فيها. صحيح. يعني بعد أعطيك مثال ثاني مثلا، إذا واحد يبغي يعمل فحوصات دورية يطلب الفحوصات الدورية يقدر يطلبها عن طريق التطبب عن بعد، وبعدين يروح المركز ويأخذون فحوصات الدم أو فحوصات الأشعة اللي يحتاجها، وحتى حق النتائج يقدر يسأل عن النتائج ويأخذ معلومات أكثر من الطبيب بعد ما يعمل الفحوصات هذه. ممتاز، هذه جزء من الخدمات اللي بيقدمها مركز طبيب لكل مواطن. حابين نتحدث أكثر عن الخدمات اللي بتكون موجودة كذلك؟ الخدمات المستقبلية اللي راح نطلقها إن شاء الله في المرحلة الجاية هي ربط الأجهزة الطبية للتشخيص الأولي عن بعد، أو من اللي يسمونه إنترنت الأشياء. يعني الحين أجهزة السكر أو أجهزة الضغط الحين كلها تكون مرتبطة بالهاتف الذكي، وهذا بيكون مرتبط بتطبيق الهيئة، وبالتالي بيكون مرتبط ببرنامج سلامة أو ملف سلامة، فأي فحوصات يأخذها المريض فتكون موجودة في الملف، والطبيب يقدر يشوف مثلا مستوى السكر هل منضبط ولا لا، ولا يباله زيادة في جرعة الدواء. فيعني راح نستخدم التكنولوجيا لتوفير أفضل الرعاية الصحية للمرضى إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا دكتور مروان، بخصوص التطبيب عن بعد أو حتى المبادرة اللي هي طبيب لكل مواطن، يمكن شيء جديد على حتى المتعاملين، فحابين نتعرف أكثر الخدمات اللي بتكون موجودة. يمكن يخطر على بال الشخص بيكون فيها فحص سريري، كيف بيكون التعامل بين الطبيب والمتعامل أو المريض؟ الخدمات هي خدمات طب الأسرة، نعم، نفس المراكز الصحية في الرعاية الصحية الأولية. فنحن اخترنا طب الأسرة لأنه يغطي مجال كبير في يعني الرعاية الصحية، سواء من الأطفال للمراهقين للبالغين لكبار السن أو كبار المواطنين. ففي المرحلة الأولى نحن مركزين على الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، وكذلك حتى الأمراض الجلدية، لأن باستخدام هذا التطبيق المريض يقدر يصور إذا عنده أي طفح جلدي ويبعثها عن طريق التطبيق، والدكتور إذا كانت يعني تشخيص ممكن يعطي التشخيص المناسب أو يقول له يحتاج أن يشوفها في العيادة، بس في أغلب الحالات إنه يقدر يعالجه وهو عن بعد يعني إن شاء الله. ممتاز، في بتكون ك يعني معظم الخدمات تكون موجودة، اللي هي الخدمات اللي موجودة عندنا في طب الأسرة. أيوة. نعم. وإذا احتاج المريض تحويل، سواء تحويل للرعاية الصحية الأولية أو تحويل للأخصائيين الثانيين في المستشفيات، فباستخدام هذه الخدمة بعد راح يحصل التحويل إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا دكتور أي مشروع يقوم بأي حد أو خاصة إذا كانت مشاريع مثل هذه المبادرة يعني طبيب لكل مواطن فبيكون على عدة مراحل، فحابين نتحدث أكثر عن المرحلة الأولى لهذا المشروع. المرحلة الأولى اللي يعني تم إطلاقها قبل يومين يعتمد على طب الأسرة، دربنا أكثر من 50 طبيب، الخدمة موجودة على مدار الساعة، المريض ما يتأخر في الحصول على الاستشارة الطبية. المرحلة الثانية إن شاء الله اللي بدينا الشغل عليها من الحين أن الربط مع أجهزة التشخيص الأولي عن بعد إنترنت الأشياء، وكذلك فتح مراكز أكثر للتطبب عن بعد. اليوم مركز الطبيب لكل مواطن موجود في مستشفى راشد في التروما سنتر، بس راح نوزع أكثر من مركز إن شاء الله. ونحن هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع عدد المستشفيات القطاع الخاص، وإن شاء الله المرحلة الجاية بعد بتكون مع الأطباء من الجهات العالمية. إحنا بدينا يعني مباحثات مع أكثر من جهة، وإن شاء الله يتم الربط يعني في المرحلة الثانية. ممتاز دكتور، يعني كيف يمكن المستخدم أو المتعامل كذلك يستفيد من هذه الخدمة؟ هو ننصح أن يتم تنزيل التطبيق الإلكتروني للهيئة والتسجيل باستخدام البطاقة الصحية ورقم البطاقة الصحية، ومن ثم المريض هذا يحصل على كل الخدمات الموجودة في التطبيق، سواء كان عن الطبيب لكل مواطن أو الفحوصات الطبية أو الخدمات الثانية اللي يقوم بها التطبيق. وللحصول على الموعد يتصل على 800-342 ويختار الموعد اللي يناسبه نحن حطينا هذه الخطوة حتى يعني نعمل مثل فرز للحالات ونأكد على المرضى أن هذه الخدمة مش للحالات الطارئة. إذا كانت حالة طارئة يحتاج يروح المستشفى، أو يحتاج يعني الإسعاف يقدر يتصل على 999 وإن شاء الله سيارة الإسعاف توصل. صحيح، لأن مو بالقرض كذلك، يعني القرض كذلك يعني سرعة الخدمة وكذلك تأمين صحة الأشخاص، يعني خلال هالدقائق اللي بينتظر فيها الموعد يقدر يتصل بالإسعاف إذا كانت الحالة طارئة ويتوجه للمستشفى. صحيح دكتور. طبعا والكل مبادرة كذلك في شركاء استراتيجيين أو شركاء يكونون عاملين، يعني مثل يكون مثل فريق عمل كامل لهذه المشاريع، فحابين نتحدث كذلك عن الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المشروع. العديد من الجهات الحكومية ومن الجهات الخاصة في دبي، يعني يحضرني مركز دبي للإسعاف، اللجنة العليا للتشريعات، مدينة دبي الطبية، شرطة دبي، المجلس التنفيذي، ومن المستشفيات الخاصة بعد قمنا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 3 جهات، هي مستشفى كينغز كوليج لندن دبي، مستشفى ميدكير، ومستشفى الزهرة في دبي. والجدير بالذكر أن العديد من المستشفيات الثانية أبدت رغبتها أن تشارك في المبادرة، فإن شاء الله راح ندخلهم في البرنامج معنا حسب الجدول العمل إن شاء الله. وهذه يعني مثل ما نقولها قفزة نوعية، يعني تماما في تغير، في بدال المريض ما يروح للدكتور وجها لوجه يكون في تطبيق ذكي يسهل للمريض أو المتعامل وكذلك للطبيب أن يتواصل مع المريض في نفس الوقت. صحيح، ويعطي ثقة للمريض، يعني تعرفين في يعني وسائل التواصل الاجتماعي مرات توصل معلومات يعني طبية بس الواحد مو متأكد إذا هي صحيحة ولا لا، فالمريض يقدر يتواصل مع أطبائنا حسب تطبيق الهيئة وياخذ المعلومة الصحيحة والموثوق فيها. صحيح، فهذا يعني ويحس الشخص براحة، يعني يقدر يتواصل مع طبيبة أي وقت. صحيح، وياخذ المعلومة منهم. في ناس وايد خاصة اللي عندهم أطفال مرات جرعات الأدوية أو يعطي الدواء ما يعطي يتأخر، يعني كذا فترتين أسئلة من هالناحية أو يوميا هذه الأسئلة، فهذه تخلي المريض يرتاح، يعني بدل ما يروح المركز بس عشان استفسار يقدر يتواصل في أي وقت وياخذ الإجابة الصحيحة اللي موثوقة كذلك. نعم، فأنصح جميع يعني الجمهور المواطنين أن ينزلون التطبيق الإلكتروني ويسجلون الدخول في هذا التطبيق، وإذا في أي يعني
طلب المساعدة يقدرون يتواصلوا على 800-342 وإن شاء الله راح نخدمهم. ممتاز. 800-342 اللي هو الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي. دكتور مروان، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. نحن فخورين بهذه المبادرة وندعو الكل لاستعمالها، والمبادرة راح تؤدي إلى يعني زيادة الثقة والحصول على خدمات طبية في أسرع وقت، وحتى راح يأثر إيجابيا على الخدمات الطبية في المراكز، لأن إذا عدد كبير من المرضى استخدموا هذه الخدمة فراح يقل الضغط على المراكز، سواء كانت مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات يعني، فراح يكون في توزيع أفضل للمرضى والمريض يقدر يوصل للطبيب في وقت أسرع إن شاء الله. صحيح، إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور مروان الملا. الله يسلمك. دكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا وتحدثنا عن صحة دبي تطلق مبادرة الطبيب لكل مواطن. طبعا هذه المبادرة تعتبر يعني مثل ما نقولها قفزة كبيرة، خاصة أن بتستخدم فيها التطبيب عن بعد. المريض يقدر يتواصل مع طبيب مثل ما حدثنا فيها دكتور مروان، فقط بداية نزل تطبيق الهيئة في تطبيقات كثيرة، هو تطبيق واحد، وفي كذلك من تفتحونه بيكون في تطبيقات كثيرة ثانية موجود كذلك في التطبيق نفسه، ومنها مبادرة طبيب لكل مواطن، أو تقدرون تتصلون 800-342-800-DHA تأخذون الموعد كذلك لطبيب كل مواطن. الجميل فيه أن الخدمة متوفرة 24 ساعة، في خدمات كثيرة تقدرون، سواء التحاليل، سواء تعرفون نتائج تحاليلكم، سواء الأدوية اللي الأشخاص يحتاجون جونها إذا يستخدمون أدوية، وإعادة كتابة الأدوية مرة ثانية، استفسارات كذلك، إذا الشخص يعاني من مثل ما ذكرنا مرض جلدي أو مرض معين يحابب يستفسر أكثر أو ياخذ التشخيص أو ياخذ كذلك الاستشارة، يكون موجود ويكون عندنا 24 ساعة الخدمة بتكون موجودة، وهذا بيسهل على ناس كثيرة أنا في أي وقت ما توفرت عندي المواصلات بحيث أسير العيادة أو أسير المستشفى، حالتي غير طارئة، وهذا أهم شيء أن الحالة تكون غير طارئة يقدر يتواصل. بالعكس بتسهل على ناس وايدة، مثل ما ذكر دكتور مروان كذلك راحة المريض النفسية أنه يقدر يتواصل مع طبيبه خلال فترة اليوم وخلال 24 ساعة، حتى لو كنت برا البلاد يعني الانترنت متواصل، يعني عندي انترنت خلاص أقدر أتواصل كذلك، ويوم إذا عندي استشارة، عندي شيء أبغى أعرفه بخصوص الأشياء الطبية والصحية. بس في حالة الحالات الطارئة بالعكس نطلب الإسعاف إذا كانت حالتنا جدا طارئة، بحيث أن العلاج يأخذ المريض على طول ولا يكون فيه تأخير من ناحية صحة المريض، لأن الدقيقة تفرق بخصوص الحالات الطارئة. مواضيعنا اليوم ركزنا فيها على التطبيقات الذكية لأهميتها في يعني في مجتمعنا وأهميتها في وقتنا الحالي. أول فقرة تكلمنا طبعا مثل ما شفتوا مع أستاذ وليد الطهوري بخصوص تطبيق الهيئة عموما، والفقرة الثانية كانت بخصوص طبيب لكل مواطن. تقدرون تعرفون أكثر أكثر عن الطبيب لكل مواطن كذلك على موقع الهيئة في الإنستغرام، أو حتى بحيث تعرفون كيف حتى طريقة الاستشارة كيف تكون، وهذا يعني هذا دور كبير ومبادرة كبيرة وصلتنا أن يعني نكون سباقين في هذه الأشياء وخاصة التطبب عن بعد. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، واللي على الدوامات الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكون دوامات جميلة ومريحة للجميع. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الأخراج ناصر السليمي، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.